حول الموضوع انضم لنا عبر الهاتف من بغداد الخبير العسكري دكتور أحمد الشريفي. دكتور أحمد مساء الخير، أهلا بك معنا. العمليات العسكرية إذا تتقدم على الأرض في تل عفر، القوات العراقية تمكنت من الدخول إلى مركز المدينة، المعلومات لديكم على المناطق المحررة اليوم إضافة إلى ما جرى خلال الساعات القليلة الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة كنا في مرحلة تقييم، نحتاج إلى أن تصنف خطوط الصد للتنظيم، هل هي ستكون بمستوى عالي من الرصانة أم أنها ستكون مهدودة وبالإمكان اقتحامها؟ وبالفعل أخذ بنظر الاعتبار صلابة المواجهة، فكان هناك بالمقابل ارتفاع في القدرات البشرية والقدرات التقنية، وهو ما حقق زخما في الاندفاع. الان بعد خط الشراء انطلاق العمليات كان هناك كسر لخطوط الصد. الان في ميدان المعركه هناك كسر لاراده القتال للتنظيم، يعني اليوم كان واضح جدا انه هناك ضعف في الاشتباك، فضلا عن انه المجاميع بدات بشكل او باخر بالتشظي والتشتت، مما يتيح لقطاعاتنا الاندفاع باتجاه العمق بشكل اكبر، ولكن هناك ايضا رغبه لضبط الاندفاع حتى يتحقق طمس ناري متزامن في تحركاته وانشطته باتجاه العمق. في تقديرنا انه السقوف الزمنيه التي حددت سيجري بالحقيقه تجاوزها ايجابا، انه ستكون السقوف الزمني الاقصر بكثير مما توقعناه في مرحله التخطيط الاستراتيجي لاداره المعركه. طيب دكتور احمد، معلومات لديكم ايضا بالنسبه لمقاتلي داعش المتواجدون في الداخل عن ارقامهم، عن اعدادهم، ارقام اعدادهم، او عن اخبار تحدثت عن انه هناك مجموعتين متصارعتين في صفوف المقاتلين المتواجدين في داعش، مدى صحه ذلك؟ المعلومات الدقيقه عن هؤلاء المقاتلين في الداخل، عن تخبطاتهم الاخيره في ظل المعركه. هو في الحقيقه الانقسام معلومه استخباريه كانت متاحه، ولكن كنا نرى تاثير هذا الانقسام والقتال بمجاميع غير مرتبطه بعضها البعض في ميدان المعركه. الان في ميدان المعركه بات واضحا ان الجهد القتالي ليس كما كان متوقع، ومعنى ذلك ان هناك خلل في منظومه القياده والسيطره وتنسيق النيران. حتى النيران الان هناك خطوط ومن حلقات او الطلق الناري، هناك خطوط الاشتباك فيها يكاد يكون معدوم، وهناك خطوط اخرى فيها اشتباك كثيف. هذه بالحقيقه تدلل على ان هناك ارباك في توزيع القدرات والموارد لدى التنظيم، ما يدلل على ان هناك خلل في منظومه القياده والسيطره في اداره المعركه. طيب. وهذا سينفعنا كثيرا باتجاه تحقيق حفزات. طيب تحديات المرحله الحاليه من المعركه من حيث مختلف الجوانب، سواء الاستراتيجيه او حتى جغرافيا المنطقة، أو حتى إن قارنا ما بين المعركة الحالية ومعركة الموصل التي تم تحريرها، وكيف يمكن الاستفادة من تجربة عملية الموصل وتطبيقها في معركة تل عفر حاليا؟ بالحقيقة التحديات محدودة، يعني أنت كنت تحديات عالية السقف كما كانت في مسرح العمليات في الموصل، على اعتبار أن هناك كثافة عددية في عدد المقاتلين، قدرات تقنيه عاليه، حققنا عنصر زخم في الاندفاع والمواجهه والاشتباك، هناك فرصه متاحه في استخدام كثافه ناريه في اغراق بؤر النيران اللي تواجه قطاعاتنا، فضلا عن ان هناك فارق كبير جدا في مساله تامين الجهود السانده بشقيها البري او الجوي، هذا الامر ما كان متاح في الساحل الايمن، وعدد المدنيين عدد محدود جدا، يعني الى الان لم تشكل وجود المدنيين او البنى التحتيه عائقا امام الدفاع قطاعاتنا، سواء مثل ضبط الاندفاع لتحقيق او سيناريو متزن في تقدمه باتجاه مركز القضاء. نعم دكتور. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور احمد الشريفي الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.